فجرت البلوجر المثيرة للجدل السورية إنجي خوري مفاجأة من الغيار الثقيل وأعلنت حملها من المطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، حيث كتبت على حسابها في الأنستغرام: أنا حامل من أدهم نابلسي، حرام عليك، ما تعملش معايا كده عشان ابنك. وكانت إنجي في وقت سابق قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها طلبت الزواج من أدهم وأنها سوف تعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها. تعرف إذا أدهم نابلسي يتجوزني أنا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التليفون حتى، بس يتجوزني يقبرني بأجمله. ونشرت إنجي على حسابها في الانستغرام صورا شعاعية لجنينها وعلقت قائلة: بحبك لو شو ما عملتي فينا، بس حرام عليك كرمال ابننا محمد، ما تتركني بالشارع، العالم تتمسخر علينا، حرام وذنبي، ابننا محمد يا أبو محمد، أدهم نابلسي بحبك. وعادت إنجي لتؤكد أن أدهم النابلسي طلب منها إجهاض جنينها، حيث نشرت قائلة: أدهم نابلسي عمل لي بلوك وطلب مني أن أجهض ابني اللي حامل فيه منه. وكتبت إنجي قائلة أيضا أن أدهم هو حبها الكبير، وهددت بالانتحار وإجهاض الجنين إذا ما تجاوب معها ورجعها لبيتهم. كما اتهمته بحجز جواز سفرها، حيث كتبت قائلة: حرام عليك، طيب ابعت لي باسبوري على الأقل بس أقدر أسافر، والله تعبتني، والله خلاص يا أدهم بكتني دم، بس بحبك، شو أعمل، بحبك. وجدير بالذكر أن أدهم النابلسي في عام 2021 صدم أدهم كل محبيه، حيث أعلن اعتزال الفن نهائيا، وذلك في مقطع مصور على صفحته الخاصة على اليوتيوب، مرجعا ذلك بأنه كان يسلك طريقا لا ترضي الله. وكان المطرب المعتزل أدهم النابلسي قد أعلن عبر حسابه على الفيسبوك استقباله طفلته الأولى بعد عدة أشهر من اعتزاله واتجاهه للإنشاد الديني وقراءة القرآن، ونشر أول صورة لابنته وعلق عليها قائلا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة. واليوم أمام الدعاءات واتهامات إنجي خوري قرر أدهم النابلسي الخروج عن صمته وكتب قائلا: لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همه أن يرضي رب العالمين، وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيدا عن رب العالمين وقام بنشر كل شيء يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم. وعادة لا أحب أن أرد على الإشاعات والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها، لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة. واختتم أدهم حديثه مستشهدا بآية قرآنية يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. قصة إنجي وأدهم أحدثت حالة جدل وصدمة وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت إنجي لحملة من الانتقادات الحادة بسبب ادعاءاتها الغير منطقية حسب رأيهم، وطالبوا أدهم النابلسي برفع دعوى قضائية بسبب تشويه اسمه وتلفيق تهم من هذا النوع له. ونختم هذا الفيديو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم من سورة الكهف بصوت أدهم النابلسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا